محاولة اغتيال فاشلة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق. المصادر الأمنية تشير بأصابع الاتهام إلى مجموعة من الإخوان مقيمين في تركيا، وفي حين لا يكف أردوغان منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عليه في ابتزاز أوروبا والولايات المتحدة واتهامهم بأنهم يؤون صديقه القديم وعدوه الحالي فتح الله جولان، فإن مئات من الإخوان ممن تلوثت أيديهم بدماء المصريين يجدون في تركيا ملاذا آمنا يدبرون فيه عملياتهم ضد مصر وشعبها. هنا مثلا مذيع إخواني يحرض صراحة على قتل ضباط الشرطة المصريين. القناة إخوانية ومقرها تركيا. أنا بقول لكم على الهواء اقتلوا ضباطه. أنا عايز أقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل النهاردة، لأ بكرة، بعد بكرة هيتقتل جوزك، هيتقتل. وهنا وجدي غنيم مجرم هارب في تركيا يؤيد بكل وضوح تنظيم داعش ويصفهم بإخواننا ويصف أعداءهم بالكفار الصليبيين. فلا لا لا للتحالف الصليبي لضرب إخواننا الدولة الإسلامية، وأقول لهم أبشروا مدام هؤلاء هيحاربوكم. تركيا لا تأوي فقط محرضون على القتل ومؤيدون لداعش ينتمون لجماعة الإخوان، بل تأوي متورطون جريمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وعلى رأسهم مدبر العملية نفسه يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد المعزول محمد مرسي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى متى تظل تركيا تأوي إرهابيين هاربين يدبرون ويحرضون على القتل؟ وهل تقف بلادنا مكتوفة الأيدي أمام إجرام أردوغان؟ احنا هنا بقى ما بنكلمش ان فتح الله جولن قاعد في امريكا واردوغان بيطالب بيه بكلام مزعوم وبلا دليل، ده احنا بنتكلم حوالين، احنا جايبين كده لقطات سريعه، بنتكلم حوالين تحريض يومي على القتل، يوميا تحريض على القتل، بنتكلم عن ايواء ارهابيين متورطين في عمليات اغتيال في مصر، بنتكلم على مؤسسات تلفزيونية ممولة من المخابرات التركية والمخابرات القطرية يوميا مستهدفانا بالدم، مش بالرأي وبالفكر لا ده بالدم. طيب إذا كان هو بيطلب فتح الله جولان، احنا مش عارفين نطلب الناس دي أو نطاردهم أو نلحقهم قانونيا. سعيدني النهاردة يكون معايا الست اللواء محمد إبراهيم مدير السابق للإنتربول المصري وعضو بالإنتربول الدولي سابقا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. سعيدنا أيضا يكون معايا الدكتور أحمد فوزي عبد المنعم أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا. أهلا سيادة اللواء، السؤال واضح في التقرير وأنت شايف في تحريض على القتل على الدم طول الوقت، مش بس بقى تحريض، ده تحريض بيدي إشارات كودية بتتنفذ عمليات على الأرض، اللي بينفذها يهرب هناك يقوي وإحنا عادي جدا ما فيش حاجة. إيه بقى ليه الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شاكر لحضرتك الدعوة الكريمة اللي بتناقش بيها موضوع حيوي وحساس جدا، موضوع محل تساؤل لرجل الشارع، لإذ ربما يعتقد الكثيرون من الشعب المصري أن هناك تقاعس من الدولة المصرية وعدم تمكنها من استرداد المطلوبين. فاسمح لي في البداية عايز أدي نبذة بسيطة عن طبيعة عمل الانتربول، نعم، ودوره في استرداد المطلوبين، ثم ايه العقبات اللي بتواجه الانتربول المصري في استرداد الناس دول. قبل ما ادخل على تركيا تحديدا، اشمعنى تركيا، اشمعنى انجلترا، اشمعنى قطر، تمام، لاني الدراسات انا بتكلم معاك من خلال واقع عملي انا مارسته. الانتربول هو الجهاز المصري الامني المسؤول عن التعاون مع نظرائه في دول العالم كلها المشكلة للمنظمة الدولية الانتربول في فرنسا، ودي تاني أكبر منظمة دولية على مستوى العالم بعد الأمم المتحدة، تمام، منظمة حكومية حوالي 190 دولة هي اللي بتشرف على عمل أو بتنسق عمل الانتربول في كل الدول. الانتربول دوره التعاون في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة، وعلى وجه التحديد أهم دور بيقوم به هو تبادل تسليم المجرمين. دوره تبادلي، مطلوب مني كضابط انتربول هنا ان انا اقبض على اي واحد موجود على ارض مصر
مطلوب للسلطات القضائية في الخارج. نعم. والعكس مطلوب مني ان انا انسق مع نظيري في الخارج. اجيب اي واحد مطلوب للقضاء المصري سواء المسؤول امام التحقيق او لتنفيذ عقوبة جنائية. تمام، انا مع حضرتك. العملية بقى بتمشي ازاي؟ لابد ان بداية يكون في اتفاقية دولية بيني وبين الدولة اللي موجودة على ارضها. طب اذا وجدت الاتفاقية، هل التسليم هنا وجوبي حتمي؟ لا للأسف. هل الاتفاقية اللي بيني وما بينك لو ما نفذتهاش اقدر اوقع عليك شرط جزائي؟ للأسف. بتنتهي في النهاية اقصى حاجة اقدر اعملها لك ابدي متعاضي من عدم تنفيذك واقول لك طب لما يبقى لك حد عندي مش هديهولك، وده مبدأ المعاملة بالمثل. طب ايه العقبات اللي بتصادف الانتربول بصفة عامة؟ الكثير من العقبات. نمرة واحد، عقوبة الإعدام. اذا كان متهم مطلوب ومحكوم عليه بالإعدام في دولة لا تقر عقوبة الإعدام، هيبقى مانع من موانع التسليم، ودي بتصادفنا كتير جدا في أحكام الجنايات الغيابي، لأن عادة السادة القضاة بيدي أقصى عقوبة في الغيابي، لأن في الغيابي وكل الناس اللي هربانين دول كلهم جنايات فبيقعدوا في بلدان ما بتعترفش بعقوبة الإعدام عشان يبقى في مانع. تمام. ازدواجية الجنسية، مصري وبيتجنس بجنسية دولة أخرى ويروح يعيش فيها، ده مانع من موانع التسليم. الدولة اللي موجودة على أرضها هيقول لي هو مصري بس واخد جنسيتي، مش هقدر أدهولك، ابعت لي ملفه وحكمه عندي. وطبعا قطر ممكن تلحقهم في اللحظة الأخيرة، وتركيا، ولو تدوهم جنسيات وكلام. برضو كانت بتصادفنا مشكلة المحاكم بتاعة أمن الدولة أو القضاء العسكري. في غالبية الدول كانت بتشكك في الأحكام دي، متخيلين محكمة أمن الدولة يبقى اللي بيدوا الأحكام فيها مثلا ضباط أمن دولة. بالرغم نبعت لهم نقول لهم ده آدي آدي هيئة المحكمة، السي في بتاع القضاء هم قضاء، قضاء عاديين جدا، إنما القضية لها من الأهمية شوية وقضية تتعلق بأمن الدولة فأحيلت لمحكمة خاصة لسرعة الفصل فيها ما ادوناش. ضيف بقى على كده الظروف السياسية اللي مرت بيها مصر. طبعا مصر بعد الثورة علاقاتها الدولية حصل فيها متغيرات كثيرة جدا. صحيح. في بداية الثورة ثم بعد 30/6، بعد 30/6 كانت نظرة الكثير من الدول لمصر انها دولة حصل فيها انقلاب. ابتدى ده يتغير. ابتدت نظرة دلوقتي حاليا ابتدت يوم عن يوم بيتغير نظرة العالم كله. انا عايز اوصل يا خالد بما حضرتك ان التعاون الدولي وتبادل تسليم المجرمين أهم عائقين لي حتى لو ما فيش اتفاقية. اتنين، الحاجة الأولى العلاقة السياسية بين الدولتين، ما بين الدولتين دي مهمة جدا، لأن لو علاقة سياسية جيدة ولا اتفاقية ومن غير اتفاقية وهو هيحصل. طيب. أي تعامل. التانية الاحتياج. الاحتياج إذا كنت أنا ما تعاون الدولة، أنا بقول لحضرتك إيه، بديك خدمة وبتديني خدمة. صح. طب إذا كنت أنا راجل قوي وأخذ منك الخدمة غصب عنك ومش محتاج ان انت تديني الخدمه اللي عندك لاني هكتفك واخدها، بقول لحضرتك الجاكيت اللي عليك ده جميل جدا وحضرتك بتقول لي القميص ده كويس، فلو احنا الاثنين ند هقلع لك القميص وتقلع لي الجاكيت، تبادلنا المنفعه. لكن بقى في انما انا عضلات بقى وهاخد الجاكيت غصب عنك هتعاون معاك. طبعا في تامرات كتير. دكتور احمد، دلوقتي ده الوضع فيما يتعلق بالانتربول الدولي، هنا بقى هل احنا لدينا بدائل في القانون الدولي؟ نقدر نروح محكمه اوروبيه، محكمه دوليه، نقدر نعمل ايه؟ يعني ايه وسائل الضغط اللي في القانون الدولي اللي نقدر من خلالها نعمل ده، او على الاقل يعني يدفعوا ثمن للي بيعملوه والتحريض على القتل وايواء الناس؟ الحقيقه الاول انا بشكر حضرتك وبشكر طبعا سياده اللواء على تفضله بهذا الشرح المفصل، وحابب في الاول ان انا يعني اقدم خالص التعازي لاسره والعالم العربي كله وللعلم في العالم كله للفقيد الاستاذ الدكتور احمد زويل رحمه الله. بالنسبة لسؤال حضرتك فيما يتعلق ببدائل القانون الدولي، هل القانون الدولي بدائل تتعلق بالتسليم ولا لا؟ الحقيقة أن قواعد التسليم قواعد تتعلق بشق جنائي داخلي، يعني هي في المقام الأول ليست علاقات دولية في المقام الأول، ولذلك لا يمكن أبدا على يعني بأي حال من الأحوال أن أنا أضعها في أجندة العلاقات الدولية الدولية زي الاقتصاد الدولي، زي حفظ السلم والأمن الدوليين. تمام. زي الحروب. تمام. زي وما إلى ذلك. لكونها شق داخلي وتتعلق بالقانون الجنائي الداخلي في كل دولة من الدول،
ولكنها فيها جزئيه صغيره انها بقت اوفر بوردر او زي ما بنقول عابره للحدود، اذا كان مجرم معين في دوله معينه بيرتكب جريمه ثم بيهرب الى جريمه اخرى. ده الهدف الاساسي من ان هذه النوع من الجرائم اخذ تمام الطابع الدولي. كيف إذن المهمه هنا كيف احول دون ارتكابه جريمه في دوله معينه ثم هروبه لدوله تانية دوله اخرى. كان الحقيقه ان التفكير الوحيد او الاعتماد الوحيد على هذا الامر انشاء منظمه خاصه اللي هي منظمه الانتربول. الانتربول كمنظمه، بس هنا بعيدا عن الانتربول يمكن برضه سيادة لو محمد شرح موضوع الانتربول، انا النهارده عايز تقول لي انه وفق المعايير الدوليه والقانون الدولي انه تركيا تستضيف قتله وتطلع ناس بتحرض على القتل، وانا ما اقدرش وفق القانون الدولي اخد الملف ده اروح بيه مثلا للامم المتحده، اروح بيه لاي حته حتى بالضغط السياسي؟ ما حضرتك هنا عندنا فرق بين جزئين. يعني انت عارف مثلا يعني هم في متهمه تانية اللي هي اسماء الخطيب دي هربت وثائق سياديه خاصه للدوله المصريه وبتعيش دلوقتي في اسطنبول ومدانه في تخابر. النهارده ماشي تركيا علاقتنا بيها السياسيه مش حلوه وما نقدرش زي ما قال سياده اللواء ان احنا ناخد، لكن انا النهارده ما عنديش اي ادوات تانية في القانون اقدر معنا نفرق بين جزئيتين. الجزئيه الاولى الخاصه بالارهاب، اذا كنت حضرتك تتحدث عن اعلان جماعه معينه انها جماعه ارهابيه دي لها شق دولي معروف. لكن الجزئيه المتعلقه بالتسليم، لان التسليم لا يمكن ابدا اجبار دوله معينه على تسليم شخص مجرم موجود على اراضيها الا من خلال اتفاقيات وبجزء خاص، حتى لو في اتفاقيات دوليه ببقى محتاج هنا الى ما يتعلق بالسياده. لان للاسف الشديد هو الاراده السياسيه في هذا الامر هي اللي بتحكم او تتحكم في هذا الامر. يبقى اذا انا عندي الرقم واحد في تسليم المجرمين، وسعاده اللواء يمكن اقدر بهذا الامر، هي مسألة أن هذا الموضوع يرتكن إلى سيادة الدولة المطلوب منها التسليم. هنا بقى الإرادة السياسية بين الدولتين بتبقى هي طيب اللي على المحك. طيب المشكلة في تركيا قبل ما أقفز لي، المشكلة في تركيا متعلق بالناحية السياسية أن عندنا اختلافات أيديولوجية في ما بين مصر وما بين تركيا. حتى قبل الثورات وما إلى ذلك. تركيا كان لما فشلت في أن يتخذ العضوية في الاتحاد الأوروبي طبعا كان توجهها المباشر نحو تبني النزعة الإسلامية وعودة ما يسمى عندهم بالحلم التركي والإمبراطورية التركية والخلافة. فإذا وقع منذ وجود أردوغان وتوجهه إلى الشرق بهذا المنطلق وقع في خطأ استراتيجي اصطدم مباشرة مع الأيديولوجية المصرية فيما يتعلق بالدور الريادي طيب لمصر في العالم. انا عايز بقى بعد الفصل انا عندي مشكلتين جزئيتين، ما عنديش اتفاقيه مع تركيا. الاتفاقيه الوحيده اللي موجوده عندي تتعلق سنه 1986 وتتعلق بنقل المحكوم عليهم وليس تسليم المجرمين، والفرق كبير قوي بين نقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين. الجزئيه الثانيه انا عندي خلاف جوهري في الايديولوجيه السياسيه، لا سيما هي العقده في السياسه. عشان كده بعد الفصل جاي اسالك. طيب ما النهارده معلش يعني خلينا عشان نشهد بالحق، أردوغان قدر يصعد قضية فتح الله جولن على الصعيد الدولي وقدر يفرض حتى على التلفزيونات الأمريكية إنه عندك واحد هارب اللي ورا الانقلاب، وإحنا يعني حتى الآن مش قادرين نعمل هذا التحول رغم ما لدينا من وثائق ومستندات. هنرجع لدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. احنا يعني قبل الفاصل بنقول سياده اللواء اردوغان قلب العالم في موضوع يعني فتح الله جولن وراح وفرض القضيه في السي ان ان وفي والاي بي سي والسي بي اس وكل المحطات الامريكيه والراديوات وكل والصحافه طب هل احنا ادواتنا ودي ممكن انت بتصعد في قضيه ممكن بعد شويه تاخد تتبلور بشكل قانوني، تصعدها اعلاميا بعدين تتبلور بشكل قانوني، هل احنا مقصرين في التصعيد القضيه دي من ناحيه؟ بص خالد، انا هخش معاك على طول في موضوع تركيا ونقدر نتعامل معاهم ازاي. بالنسبه للانتربول المصري، كل واحد من الجماعه الارهابيه صدر له امر من النيابه او
مطلوب قدام القضاء المصري بصفة عامة اتعملت له ما يسمى النشرة الحمراء. لأن أنا مش معنى أنه موجود في تركيا ما فيش تعاون بينه وبين تركيا دلوقتي هقعد أحط إيدي على خدي وعيط يعني. هناك بدائل، أيوة في بدائل. فالنشرة الحمراء دي يعني إيه؟ يعني أنا أخترت جميع الدول المنتمية لمنظمة الإنتربول اللي هم 190 دولة أن الشخص ده مطلوب ليا، والمنظمة الدولية وافقت أوريدي على إصدار النشرات دي. معنى ان المنظمه وافقت على اصدار نشرات يعني معناها ان انا بعت لها ملف اتهامه وهي اقرت ان ده اتهام جنائي وليس سياسي، وبالتالي بتلزم الدول بالتعامل بجديه مع النشره الحمراء. الدوله بقى تسلم او ما تسلمش ده مش موضوع المنظمه، ده مرتبط على العلاقات الثنائيه. النشره الحمراء اتوزعت على كل الدول على امل اي واحد فيهم يتحرك من الدوله اللي موجود فيها راح دوله ثانيه هيتظبط، ابدا اتعامل مع الدوله قد يكون علاقتي السياسيه بها جيده. معلش انا لو مدينا الخط على استقامته زي ما حضرتك بتقول ان صوره مصر الدوليه كان فيها مشكله بعد 30 سنه خليك معايا في دي. تمام. لما جه احمد منصور يدخل المانيا وكان على النشره ومصر طلبت بتسليمه، المانيا لعبت معانا برضو الدنيئه نفس القصه، ما فيش اتفاقيه. يبقى انا هنا بقول ايه يا سياده اللواء، ده رقم انا هوصل لحضرتك. انا بس بقول ايه، بقول ان احنا محتاجين نصعد قضيتنا. تمام. انا بقول لحضرتك على المستوى الرسمي الجهه الرسميه الامنيه عملت ايه. نيجي على المستوى التصعيدي، ان انا عايز اوري للراي العام. انا شايف ان خلال الشهر القادم في اجتماع الجمعيه العامه للانتربول الدولي. دي بيحضرها. دي هتبقى فين دي تقريبا؟ هي بتتغير كل سنه في دوله من الدول الدول الاعضاء. انا مش عارف السنه دي في كام، سبتمبر في الغالب في شهر سبتمبر. دي بيحضرها على مستوى يا وزراء الداخليه في الدول دي او من ينوب عنهم، يعني قاده الامن على مستوى العالم 190 دوله. انا شايف يطلع الوفد المصري مجهز بكل الوثائق يعرض عرض كامل. انت بتعرض قدام امن او قيادات الامن في 190 دوله قضيتك وتقول لهم ادي الهاربين، وبالذات ان دلوقتي الارهاب ابتدى ينتشر في كل الدول. صحيح. كل الدول تقلق على نفسها. ده انت لو عرضت بس اللي بيقولوه، ولو دول العالم يتعدموا في اوروبا مش يتعدموا، ولو دول العالم يا خالد مش حاسه بالارهاب مش هتتعاون معاك. انا اتذكر جينا زمان وانا في الانتربول نعمل نشر دوليه حمراء لمحمد الزواهري، رفضت المنظمه. كان الامين العام امريكي وقال لا ده الراجل اللي عامله ده محمد زواهري ده راجل بتاع سياسه يا عم، بتاع دول شالوا سلاح، دول موتوا، دول سرقوا ذهب عشان يجيبوا سلاح عمل عمر. لا معلش بس بهدف سياسي، ورفض. حصلت احداث برج التجاره العالمي وكنا في مؤتمر على ما اتذكر في كوريا الجنوبيه. هاتولي محمد ابراهيم، هاتولي، قابلته. قال لي انا عايزك تبعت دلوقتي فورا تكلم مصر يبعتوا لنا بيانات محمد الزواهري عشان نعمل نشر حمراء. الموقف اتغير، اتغير الموقف يعني مصلحة. والله العظيم الشهاده اللي بيقولها سيد لو محمد دي يا جماعه في منتهى تاريخيه طبعا، عشان تعرفوا المصالح هي اللي بتتحكم، لا قيم ولا مبادئ. لما احنا بنتقتل عادي دي سياسه، لكن اول ما هم يتقتلوا لا يا حبيبي هاتولي. وانا في المؤتمر طلعنا تقريبا قرابه ال 42 نشره حمراء اللي احنا كنا بقالنا 3 سنين بنتحايل عليهم مش عارفين نطلعها. ولذلك انا بعتز وبفتخر ان النشره رقم واحد على مستوى العالم ضد ارهابي مسجله في المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه باسم مصر لمحمد الزواهري. نعم. فالنهارده الارهابي ابتدى يطول كل الدول، يعني هتجد اذان صاغيه في المنظمه وانت بتعرض تقريرك. افضح تركيا، افضح قطر، افضح اي دوله موجود فيها ارهابي وقول انا بعت لهم المستندات ومش عايزين يتعاونوا. ده كلام محترم جدا، وده انا بشكرك جدا سياده اللواء لان انت اديتنا بدايه طريق حل. يا رب يكون في من يسمع هذا للجمعيه العامه للانتربول الدولي اللي هتنعقد الشهر اللي جاي، نروح نعرض قضيتنا، نروح نقول، نروح نتكلم، نروح الكلام بعد كده بيبلور موقف. ما هو اللي بيروحوا انت هتلاقيهم بيدخلوا عن طريق تركيا بيروحوا ينفذوا العمليات دي في اوروبا ويرجعوا على تركيا. هاتوا الفيديوهات بتاعتهم واعرضوها في هذه الجمعيه ايضا. هل في حلول اخرى على صعيد القانون الدولي زي الحل اللي بيقوله لنا سيد لواء محمد ابراهيم؟ لا، هو تعامل القانون الدولي كله مع ما يتعلق بتسليم المجرمين كله يتعلق بالانتربول، هو فوكست في الانتربول او مركز في هذه المنظمه لان هي المنظمه المعنيه بهذا. ما اقدرش اروح مثلا اقدم للامم المتحده
مجلس الامن واحنا اعضاء في مجلس الامن واعرض نوع ده من القضايا ولا ده مش مسموح؟ لا 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 خالص، ما هو له منظمه متخصصه يعني. يعني اذا كان عندي مشكله في الزراعه فانا عندي منظمه سياسة يعني، مش بتكلم بس على ان هم انا اسف مش بتكلم على ان هم مجرمين انا عايزهم، بتكلم ان الدوله التركيه بذاتها هي اللي بقت بترعى هذا النوع، فانا هنا ما اقدرش اروح للامم المتحده اقول تركيا بتعمل 1 2 3 4 5 لا انا ونشتكي. ممكن اقدم شكوى الى مجلس الامن ان تركيا دوله راعيه للارهاب. ده ملف تاني خالص، ما عشان كده بقول لحضرتك تسليم المجرمين حاجه وكوني اتحدث عن ادراج دوله معينه انها من الدول الراعيه للارهاب دي قضيه تانية. ده حاجه وتسليم المجرمين شيء اخر. اذا كنت عايز تسليم المجرمين من ارض معينه من دوله معينه ليها السياده على هذه الارض فده مساله مسألة تتعلق بالسيادة ولازم التنسيق مع هذه الدولة. ما تقدرش أبدا أي كيان دولي زي المجلس الأمن زي الجمعية العامة زي محكمة العدل، الأماكن دي مخصصة طبقا لميثاق الأمم المتحدة بدراسة قضايا بعينها، ما أقدرش أقحم فيها أي نوع من هذا النوع من القضايا لأنها قضايا تسليم المجرمين كلها زي ما قلت لحضرتك في الأول قضايا داخلية وقضايا. لكن النصيحة التصعيد السياسي ممكن في الأمم المتحدة. التصعيد السياسي حضرتك بتضرب مثل بتركيا وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية علاقة تناغم بغض النظر عن ما يقال في الإعلام، وتركيا هي الفاعل الرئيسي والمنفذ الرئيسي لكل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. إذن العلاقة بينهم على المستوى السياسي فيها نوع كبير بغض النظر عن الصدام الأخير وما يتعلق بالتسليم فتح الله جولن، لان فتح الله جولن من سياسات الولايات المتحده الامريكيه واكيد سياده اللواء قابل هذه الامور، وعندما تعلق الامر بتسليم مجرمين في الولايات المتحده الامريكيه واحنا كان لينا قضايا متعلقه بهذا الامر ايضا، بتضع بكل الامكان من كل دول العالم اللي هي ليها اجندات في هذه الدول تضع مجموعه من المعارضين او المطلوبين تسليمهم لديها ولا ترغب في تسليمهم وبتضعهم لديها كورقة ضغط على أنظمة سياسية لهذه الدول، فتقول له ها هتنفذ ولا طلع لك البديل. تمام. فعبد الله أوراق فتح الله أوراق الضغط. اللعبة الإعلامية كيف تؤثر؟ آخر سؤال. دي مهمة جدا. هناك برا ما هو لازم الإعلام بتاعي يشتغل. مش بس هنا بقى ما احنا شغالين. هل انا عندي رساله اعلاميه لازم مثلا سفاراتنا في الخارج؟ ما انا انا ما اتكلمتش على دور وزاره الخارجيه خالص ولا دور الاعلام في السفارات، وده دور مهم جدا يرد على اللي بيطلع. حاجه تانية بقى التحرك الشعبي من خلال مجلس النواب. مجلس النواب لازم يتحرك عن طريق دول اوروبا، يختاروا مجموعه منهم تكون فاهمه القضيه كويس ويعرفوا يتكلموا كويس ويطرحوا القضيه. الحقيقه في نقطه قانونيه يمكن بمناسبه وجود الدكتور معايا انا فكرت فيها وانا قاعد بس دلوقتي هطرحها. احنا تحفظنا على اموال الجماعه الارهابيه لان احنا بنعتبرهم في مصر جماعه ارهابيين طبعا. التحفظ ده اجراء تحفظي الى ان يصدر عليه حكم. تمام. مش هقدر اعمل بممتلكاته حاجه ما صدرتهاش ومش هقدر اصادرها الا لما ياخد حكم نهائي. طول ما هو هربان بره مش هياخد حكم نهائي. تمام. والفترات الاستثنائيه تدار بقوانين استثنائيه. تمام. ايه المانع ان مجلس النواب يعمل يتبنى تشريف. قانون يقول فيه انا هعلن كل واحد هربان في الخارج ممتلكاته اللي انا متحفظ عليها قدامه ست شهور او ثلاث شهور مهلة حددها له يرجع يمثل امام القضاء المصري والا هحكم بالمصادره غيابيا واخد امواله لصالح الدوله. انا هو ما ينعمش بره وياخد فلوس بره زي ما هو عايز وممتلكاته مركونه مرهونه لحسابه لغايه ما, ما, ما الى 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 ما شاء الله. لا صح. طيب انا يمكن قبل ما اقفل معلش بعتذر التليفون. شميز من الشرقيه. شميز يا فندم. شميز اهلا يا فندم. اهلا استاذ اتفضل. اهلا خالد بيه ازي حضرتك. اهلا وسهلا. الحقيقه ان احنا عاملين بالنادي السرب والحكومه السرب. انا قبل كده طلبت السيد النائب العام كمواطن مصري ريفي بسيط بقول ان مفروض اسقاط الجنسيه اقل شيء عن الجماعه اللي انا ما احبش اذكر اساميهم لان لو ذكرت اساميهم بكرمهم. اقول الاراجوزات كلمه الاراجوزات كويسه. بقول اسقاط الجنسيه. ثاني حاجه جالنا واحد قال انا عيان ومريض ونزلناه مصر. تمام يا خالد بيه؟ واكيد كلنا عارفينه. كان مراسل فاشل كده. لما نزل مصر ببص لقيته في قناه عاوز يقدم برنامج في قناه العاصمه. يعني كان بيقول على سياده المشير عبد الفتاح السيسي اللي هو حمل الوطن العربي كله بالمخطط الارهابي
كان بيقول عليه المسيح الدجال، وانا صرف اللفظ كان بيقول في قناه الشرق النهارده نازل يتعالج واشتغل في قناه ويعمل برنامج حواري واخباري واسمه طارق عبد الجابر. ودلوقتي محمد ناصر الارهابي الهارب كان بيقول قتل ضباط الشرطه والجيش حلال، ومعتز مطر الاراجوز برضه نفس القصه. وقبل كده في واحد كان شغال في قناه الشعب لو تتذكر، دلوقتي بشوفه كان هو ناقد رياضي كبير، بشوفه ظاهر في الاعلام بسم الله ما شاء الله، كان يعمل في قناه اسمها الشعب من 3 سنين اخوانيه وانت تعلم كده كانت بيه. الحل الوحيد يعني احنا مش شغالين كويس على حل. لا ده خالد بيه اسقاط. انا بقول يا جماعه انا والله العظيم صعبان عليا ان دول يحملوا باسبورات مصريه، وساعه لما يعني شفت انا عندي مثل في الفلاحين بيقول في الحزن مدعي وفي الفرح منسي. يعني انت في تيجي تزعيني في الاحزان وتنساني في الافراح. لما الولد ده تعب هناك ومش ليه يتعالج وتعب، جالنا هنا عشان نعالجه احنا. ما احنا عندنا فشل كلوي والناس مش لاقيه تشرب، وانت جايب في التقارير والناس تعبانه بتعيط من قله الخدمات والمحاصيل. وطبعا واحنا نجيب اللي قاعد في تركيا لابس بدل تركي ومصان تركيه بالشيء الفلاني وحاجات كده جايبها من تركيا، ونيجي في الاخر لما يعني نقول له تعالى يا حبيبي خش وادي النيل. معلش احنا مصر قلبها كبير، مصر قلبها كبير. شكرا بشبير، شكرا جزيلا. طب يعني هل احنا نقدر نسقط الجنسيه لو هل باحكام معينه او بتعديل؟ طب لازم الاول هسمع نسرين من المنصوره. معلش يعني اتفضلي نسرين. بمسي على حضرتك وعلى الجماعه. اهلا وسهلا نسرين، اهلا وسهلا اتفضلي. انا رايي ان احنا اصلا ما نتكلمش على الناس دول على ان هم مصريين، والمفروض نتحب منهم الجنسيه. انا مش عارفه احنا متمسكين بمصريتهم ليه لحد دلوقتي. تمام، ده رايي في الموضوع. هو السؤال هو نقدر بس يا استاذ خالد اتفضلي بعد اذن حضرتك. انا من كام يوم شفت اعلان على قناه كده من هم بيجيبوا الشركات العقارات والمباني الجديده والحاجات دي. لقيت شركه من الشركات عامله اعلان وجايبه شخصيه رئيس السادات، واحد بيمثله، وان رئيس السادات بنفسه يا جماعه قاعد بيعلن عن شخصيه عن حاجات من دي. عن قريه مستخدمين اسم الرئيس السادات وصورته. الاسانسير يورينا الاسانسير. انا دمي اتحرق لما شفت الحكايه دي بصراحه. يعني يا ريت حد يشوف الحكايه دي، احنا لازم نبقى خايفين على نفسنا الاول. يعني هم واخدين شبيه للرئيس سادات وبيمثل انه الرئيس سادات بيتفرج على الحاجات دي في شركه عقاريه. ايوه، وبيتفرج على الحاجات دي وبيعلن عنها. واقف يمضي معاهم العقود، واقف يتكلم العقد بيتمضي في 6 دقائق. حاجه من ده السخافه، وحاجه تحرق الدم، وحاجه اهانه للرموز بتاعتنا. احنا مش بنتكلم عن اي حد، ده لما ممثل من الممثلين بيتعرض عليه دور لرئيس السادات بيبقى خايف هيعمل الدور ده ازاي. انا مش والله بشكرك يا نسرين انك نصحتينا ووجهتينا ان احنا ناخد بالنا من الحكايه دي، واحنا هنتابعها في اليوم السابع وفي النهار ان شاء الله نشوف ايه ده. صابر من القاهره، وهستاذنكم ده اخر واحد، انا اسف. صابر السلام عليكم. اهلا استاذ صابر اتفضل. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. تحياتي لسيادتك وجميع ضيوف الاعزاء. الله يعزك استاذ صابر. سعادتك بس ليا استفسار صغير. اتفضل. سعادتك ليه ما نسكتش الجنسيه المصريه عن الناس دي لو سمحت يعني؟ تمام صحيح. ليه ما سكتش الجنسيه المصريه عليهم؟ يا فندم الشرف ليهم. ليه ما سكتش الجنسيه عليهم؟ ليه؟ يعني انا الناس دي بتتنعم بجميع حقوق المصريين. صح. اسقط عليهم الجنسيه المصريه ما لهمش حاجه عندي نهائي. صح. الناس جبن في دمهم يا فندم. يعني جبن في دمهم. عندك حق. ليه ما سقطش الجنسيه المصريه عليهم؟ ليه؟ بشكرك يا صابر، ده سؤال مهم هنرد عليه بايجاز. انا طبعا راعي مشاعرهم تماما، وانا واحد زيهم. انما انا بطالب بالناس دي من بره اجيبهم استردهم باعتبارهم مصريين ارتكبوا جرائم في مصر. طب لو اسقطت الجنسيه اسيبهم بقى ولا هطالب بيهم ازاي؟ ما هم تحت رعايه اردوغان ياخدوا الجنسيه. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بحكم شغلي السابق في الانتربول لازم هيقع. لازم. اوعى تفتكر المده اللي هيقعدوها مهما يقعدوها لازم هيغلط. لا قول ده كده تاني معلش. في الكاميرا تكيئه. انا بقى اقول لهم انك لازم هتقع وبصوابق سابقه معايا، وكانت ناس خارجه من مصر بهجره غير شرعيه بجوازات سفر غير حقيقيه، وقعدوا بره سنوات، وناس كانت خارجه بفلوس بنوك، وناس عملت تعقيدات خارج مصر لا يمكن كانوا يتخلونهم هيرجعوا ورجعوا.
مهما يطول الزمن قول لهم مهما يطول الزمن. وانا باكد وبقول الناس اللي موجودين في انتربول مصر ناس اكفاء جدا والامن العام شغال عليهم ومرصودين. لو قدروا يستخبوا من مصر ويروحوا يلجأوا لدولة النهاردة بتأويهم هم ضامنين العلاقات السياسية بيننا وبين تركيا تفضل كده على طول. طب لو تحسنت بعد شهر هيجوا كلهم على طيارة واحدة. صح. شكرك شكرا جزيلا سيد لواء محمد إبراهيم. شكرا جزيلا لوجودكم معايا النهاردة وتحياتي ليكم. بشكر السادة المشاهدين اللي عملوا مداخلات واعتذر لبقية المداخلات وأشوفكم بكرة إن شاء الله. تصبحوا على خير.